أكد رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية في المنطقة العربية كشفت فجوة كبيرة تعاني منها دول المنطقة وخاصة في نظامها الغذائي. جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفي العربي 2022، لافتا إلى أن أي أزمة سياسية أو كارثة طبيعية عالمية يمكنها التأثير سلبا على الموازنات المالية وأسعار السلع الغذائية، لتبدأ معاناة المواطن العربي مع ضغوط الغلاء والمتطلبات المعيشية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، انطلقت في القاهرة فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، وذلك بمشاركة نحو 500 شخصية قيادية مصرفية عربية، يتقدمهم الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية. دروس مستفادة بالأزمة الأوكرانية الروسية هي المواد الغذائية، الزراعة، القمح، أهم شيء حق المواطن العربي. احنا قدمنا الآن بالكلمة، قلنا أن الزراعة في الدول العربية فأحسن بلد الآن. أنا من ناحية بالنسبة لي كمحور، جمهورية مصر العربية فيها النيل، فيها أيدي عاملة رخيصة، فيها مساحات كبيرة ممكن لاستصلاحها. المؤتمر المصرفي العربي ناقش تأثير الأزمة الدولية على الأمن الغذائي العربي وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا والبدائل المطروحة لمواجهة هذا الارتفاع، بالإضافة للفرص المتاحة للاستثمار المصرفي في الطاقة البديلة. احنا دول الخليج ما عندنا مشكلة، عندنا الطاقة موجودة عندنا، هو مشكلة الدول اللي ما عندها طاقة هذه. أنا قصدي شلون؟ يعني دول الخليج عندنا بترول وعندنا غاز وكل شيء، يجب على الدول العربية تشوف الدروس المستفادة من الأزمة. دول مجلس التعاون وارتفاع أسعار النفط، وهذا يمكن راح تستفيد منه شوية الكويت، بس أنا أعتقد أن لازم تكون هذه فرصة لنا أن نعيد موضوع اقتصاديات الدول مجلس التعاون على المدى الطويل، بين تركيزنا على بس تصدير النفط. هذا يعني لازم الحين هذه المواجهة راح تكون لازم ناخذها بعين الاعتبار، أن نخفف اعتمادنا على النفط. هذا وقد شهد المؤتمر تكريم المصرفي الكويتي عادل عبد الوهاب الماجد وحصوله على الشخصية المصرفية العربية لعام 2021. تم تكريمي من اتحاد مصارف العربية، كان شرف لي بالنسبة لي أنا وشرف للبنوك الكويتية. التكريم كان سنة 21، كانت تحديات صعبة، لكن الحمد لله البنوك الكويتية عدت المرحلة، واعتقد الحين موضوع كوفيد صار وراء ظهورنا إن شاء الله. يأتي المؤتمر المصرفي العربي في توقيت بالغ الأهمية بعد انحصار جائحة كورونا وظهور أزمة دولية بالغة تستدعي وضع الرؤى والحلول ومواجهة تأثيرها على الحالة الاقتصادية في عالمنا العربي. ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.